هذا البرنامج برعاية دكتور علاء البابلي، مدير معهد الاراضي والمياه والبيئه التابع لمركز البحوث الزراعيه بوزاره الزراعه. اهلا بك. اهلا بحضراتكم ومرحبا بكم في معهد بحوث الاراضي والمياه. عايزين نعرف في البدايه دور معهد الاراضي والمياه في خدمه القطاع الزراعي. تمام، هو سؤال ممتاز. هو معهد بحوث الاراضي والمياه انشئ عام 1903، بيتكون من 10 اقسام بحثيه اساسيه بالإضافة إلى وحدة الأراضي والمياه لخدمة المجتمع والجهاز الإداري للمعهد. بالنسبة للعشر أقسام، احنا عندنا 10 أقسام أساسية زي ما قلت لحضراتكم، زي قسم الصرف، قسم الري، الأراضي الرملية والجيرية، الميكروبيولوجي، تغذية وخصوبة النبات، الأراضي الرملية والجيرية، والأقسام اللي هي الخاصة بالصرف. دي من الأقسام الحيوية. دي طبعا حضراتكم مشتغلة بالخطة البحثية اللي احنا مرتبطين بيها بخطة 2030 استراتيجية وزارة الزراعة. أما بالنسبة لوحدة الأراضي والمياه فبتتكون من 4 مكونات أساسية، هي مكون استشعار عن بعد، وفي مكون خاص بالبحوث والتحليل والدراسات، وفي مكون خاص بالنظم وتدوير المخلفات، وفي مكون خاص بالمكون الحيوي. فدي الحاجات الأساسية اللي بنبدأ ننخرط من خلالها في القطاع الزراعي في مصر. احنا عندنا انواع الاراضي الزراعية، انواعها ايه؟ تاني حاجة، الحاجة التانية، احنا دلوقتي لما هنكون احنا بنعمل تصنيف للتربة بيتم ازاي؟ انواع الاراضي الزراعية في مصر يمكن حضراتكم عارفين، ودي عندنا الاراضي المتأثرة بالاملاح، ودي اللي هي بتبقى موجودة في شمال الدلتا، والأراضي المتأثرة في الأملاح بتبقى أراضي ملحية أو أراضي قلوية أو أراضي ملحية قلوية، وطبعا القريبة من البحر بيبقى فيها أراضي مغنيسية. عندنا الأراضي الرملية والأراضي الجيرية. المياه أحد أهم المحاول التوسع الأفقي للزراعة، إحنا بنتعامل إزاي مع نظرة المياه؟ مما لا شك فيه، احنا دلوقتي في حالة فقر مائي، لان مستوى نصيب الفرد من المية وصل حوالي 500 متر مكعب وهيقل بعد كده. في نفس الوقت احنا الدولة بتبذل العديد من المشروعات القومية عشان نقدر نتكيف مبدئيا او جزئيا مع الفقر المائي. وبالنسبة لمجال المياه في مصر أو في مجال الري الزراعي، فإن الدولة بتبذل العديد من المجهودات في مجال ترشيد استخدام المياه، زي ما حضرتك عارف تبطين الترع، زي استخدام اللي هي Good Agriculture Practice، المعاملات الزراعية الجيدة اللي بتتعلق من أول التسوية بالليزر، صناعة زراعة أصناف مبكرة النضج، الحد من المحاصيل الشرعيه للميه، زي محصول القصب السكر، وزي ما اللي هو ما نتعداش التوسع فيه، زي حضرتك المحصول الارز، زي محصول الموز بنحد فيه. بالنسبه لقصب السكر بيبقى فيه تغير من تحول من ري بالرش الى من ري بالغمر الى ري بالتنقيط. كل دي مجهودات بتتم في ترشيد استخدام المياه للحفاظ على كل قطرة مياه. أنا شايف يا دكتور برضو مشروع تبطين الترع وكمان المسائل اللي بتقوم بها وزارة الري، دي حاجة عظيمة برضو للاستفادة من المياه. طبعا بدون شك، أصل وزارة الزراعة وزارة الري هما جناحين لطائر واحد، لازم يبقى فيه تبطين بالنسبة للمراوي وبالنسبة للمسائي، على أساس بعد كده بنقلل الفواقد، وبعدين بعد كده احنا من مستوى الأنفار، مستوى المسقى، بنبدأ بقى احنا شغلنا في الجود اجريكلتشر براكتس اللي هي المعاملة زي ما قلت لحضرتك قبل كده، اللي هي التسوية بالليزر، الزراعة على خطوط،
استخدام الأسمدة بمعدلات الموصي بها، المقاومة الحيوية والمقاومة والمكافحة، كل دي من الحاجات الأساسية. لأن مش معقول مثلا عندي آفة ومش هقاومها، لأن أنا لو مقاومتهاش هيبقى هيروح مني المحصول وأنا فقدت مية لها. تمام. فهي منظومة متكاملة، ما نقدرش نفصل حاجة عن حاجة. في خلط كتير النهاردة لما أجي أنا أسجل مثلا منتج أو أعمل منتج بالنسبة كأسمدة أو مخصب زراعي، يقول لك لازم معهد الأراضي ناخد منه الموافقة. إحنا يعني دور المعهد هنا فين؟ تمام، احنا في حاجتين، حاجة الأسمدة وحاجة المخصبات. بالنسبة للأسمدة اللي هو النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية وغيرها من الأسمدة والعناصر الصغرى دي، اوريدي معهد الأراضي بيعمل بيها المقررات، بيعمل التجارب بتاعته عشان نوصل لأنسب المقررات السمادية والاحتياجات السمادية لكل محصول. ده اللي بنص بيه، وده بيبقى همزة الوصل اللي بيننا وبين قطاع الخدمات، على اساس ان احنا نقول له خلي بالك بيبقى معدل السمادي للقصب كذا، معدل السمادي للقمح كذا، معدل، فبنبدا نحدد له المحاصيل والاحتياجات السماديه بتاعته. في نفس الوقت برضو احنا بنبقى على اتصال، عندنا الاداره اداره المياه والاراضي، ودي خاصه بقطاع الارشاد، على اساس ان احنا بنحط التوصيات السماديه بتاعتنا وبننفذ نتائج التجارب الخاصه بالتسميد او وما غير التسميد في العشر اقسام، بحيث ان احنا بنوصل لسله توصيات باكج معينه. الباكج دي احنا بنتعاون مع قطاع الارشاد في جزئيه اللي هو الاراضي والمياه، قطاع الارشاد فيه، بحيث ان هم بيتولوا نقل التكنولوجيا من معهد بحوث الاراضي والمياه الى المزارعين. دي بالنسبه للاسمده. اما بالنسبه للمخصبات فهي لها دوره تانية خالص. المخصبات دي عباره عن ان بيجي واحد عنده مصنع، عايز لازم يتعمل له الاول موافقه اللي هو عنده مصنع هيبدا يشغله، بيجيب الموافقه بتاعته، ودي طبعا الموافقات بتاعته بتتطلب ان هي حاجات خاصه بالمحافظه بتاعته الحكم المحلي وحاجات خاصه بوزاره الصناعه، وبيستوفي الاوراق، وبعدين بعد كده حضرتك بنيجي بناخد عليها الموافقه، بيبدا بعد كده بياخد اجراءات التسجيل بتاع المنتج بتاعه. اجراءات التسجيل المنتج بتاعه هو بيقدمها في الاغذيه والاعلاف، وبعدين بعد كده بتجينا من الاغذيه والاعلاف لمعهد بحوث الاراضي والمياه. عندنا لجنه فنيه تبع المعهد بتطلع على الاوراق وبتراجعها، وبعدين بعد كده بتعرض على اللجنه الوزاريه اللي هي برئاسه رئيس اللجنه، ودي مشكله بقرار وزاري، وبعدين بعد كده اللجنه الوزاريه بتبدا تفحص الطلبات دي، واذا كانت جاهزه يعني اذا كانت مستوفيه للشروط فبيدي الموافقه الوزاريه، وبيطلع لها حاجه اسمها شهاده تسجيل. شهاده التسجيل دي بيعتبرها زي شهاده ميلاد، بيبقى فيها المنتج ومواصفات المنتج. بنيجي بعد كده معهد بحوث الاراضي والمياه، بناء على شهاده التسجيل دي بيبقى عندنا جزء اللي هو الخاص بالرقابه، الرقابه على الاسمده. بنبدا بقى احنا نخش بقى في الاسواق مع مديريات الزراعه ومع شرطه المسطحات ومع التموين، بحيث ان احنا نشوف المنتج اللي موجود في السوق وبناخده وبنحلله. اذا كان مطابق لشهاده التسجيل اللي احنا بنعتبرها شهاده الميلاد كده، اوكي اهلا وسهلا. غير مطابقه بيتم تحريز عمل محضر وبياخد السكه الثانيه اللي هي السكه القانونيه. طب احنا كدور المعهد هنا في الرقابه على الاسمده والمخصبات، هنا في وحده رقابيه. تمام يا فندم. تمام. كلمنا عن الوحده الرقابيه. الوحده الرقابيه دي وحده موجوده على اساس طالما احنا بيبقى في شهاده تسجيل يبقى في منتج طلع، مين اللي هيراقب هذا المنتج؟ معهد بحوث الاراضي والمياه طبقا للقرار الوزاري، وبناء عليه احنا هنا لينا دور رقابي. بنبدا حضرتك نشكل الفرق المراقبه، بيبقى في واحد من عندنا من الباحثين، واحد من الرقابه من عندنا من المعهد، وفي واحد من مديريه الزراعه، بحيث يبقوا الثلاثه منفردين، يعني ثلاثه من جهات مختلفه بس. تمام. بيجوا مجتمعين مع مديريه الزراعه، مع شرطه المسطحات، مع شرطة المسطحات والتموين، على اساس ان هم يبداوا يتحركوا وياخدوا المنتج ويبداوا يحرزوه ويدونا العينات، عشان احنا هنا بدورنا بنحللها في معهد بحوث الاراضي والمياه. تمام. اذا كانت مطابقه يبقى اهلا وسهلا، مش مطابقه يبقى موضوع تاني، بياخد سكه تانيه اللي هي المخالفات. تمام. احنا عندنا هنا في المعهد وحده للاستشعار عن بعد. تمام. دي اهميتها ايه؟ وهي هل الوحده حاليا بتعمل؟ طبعا.
وحدة الصناعة عن بعد كما ذكرت لحضرتك هي أحد المكونات الأساسية لوحدة الأراضي والمياه، وهذه الوحدة بتعمل بكفاءة، وإحنا بنطوع التكنولوجيا العالمية في استخدامها في معهد بحوث الأراضي والمياه من خلال وحدة الاستشعار عن بعد، ودي من الوحدات الأساسية وفيها كوادر ما شاء الله يعني غير عادية نفتخر بها على مستوى وزارة الزراعة وليس معهد بحوث الأراضي والمياه، وهما محل ثقة وتقدير. الجزء الأساسي اللي هو بالنسبة لحصر وتصنيف الأراضي هما بيقوموا بهذه الجزئية. بالجزئية الثانية ان احنا بنستخدمها كوحدة في لما بيبقى يطلب مننا مثلا يطلب مننا عايزين نعرف مساحات بتاعة الرز، بنبدأ طبعا بنبدأ نشتغل بوحدة ريموت سينس على اساس نحدد المساحات بتاعة الرز ونشوف المساحة هل مطابقة للي موجود في اللي اتفق عليه ولا لا، واذا كانت في زيادات يبقى معروف هذه الزيادات، ودي طبعا بالتعاون مع احنا بنعمل هذه الداتا بالتعاون مع طبعا قطاع الشؤون الاقتصادية عشان يبقى عارف المحصول اللي جاي قد ايه، ومع قطاع الخدمات على اساس يشوف يتابع الرصد عنده الرصد الورقي ماشي معانا ولا مش ماشي معانا. فدي من ضمن الحاجات السريعة جدا وتكنولوجيا عالية بحيث ان احنا ناخد بيها بيانات سريعة. والنقطة الثالثة برضو الريموت سينس يمكن من الحاجات الجميلة جدا ان احنا بنستخدمه في حصاد الامطار. هتقول لي ازاي؟ هقول لحضرتك يعني كتولز كل دي ادوات، ان احنا مثلا عندنا الساحل الشمال الغربي من اول منطقة السلوم واحنا ماشيين في اتجاه الشرق ناحية اسكندرية، فبنبدأ حضرتك بنرصد بناخد صور الأقمار الصناعية وبنبدأ نحدد السلوب أو المرتفعات والمنخفضات، وبنبدأ نحدد الكاتشمنت اريا على أساس يبقى احنا عندنا كمية المطر اللي نازلة استيميشن بنبقى عارفينها قد ايه، وبنبدأ نحوط في أماكن معينة في أبيار معينة موجودة، بنبدأ نملأ الخزانات للزكاة من الأمانة من أيام الرومان أو خزانات خاصة بالمزارعين على أساس إن هم يستفيدوا منها بعد كده في ري تكميلي، على أساس بعد كده إن احنا بنشتغل لهم بنظم ري سواء ري بالرش أو ري بالتنقيط نساعدهم فيها، وفي نفس الوقت بنساعدهم إن هم يربوا مثلا اللي هي الحيوانات اللي كثيرة الإنتاج بتستهلك مياه قليلة، لأن المناطق الشمالي الغربي دي منطقة إلى حد ما تعتبر منطقة ساحلية صحراوية، فإحنا برضو بنحافظ على المياه اللي هناك بحيث يبقى طبعا فتبقى في فرص مثلا على سبيل المثال زي الدواجن زي مثلا الأرانب اللي هي الحيوانات اللي بتدينا بروتين وفي نفس الوقت استهلاكها في المياه بيبقى أقل. في ظل التغير المناخي رأي حضرتك في الزراعة العضوية، وهل هي تفادي لمشاكل بعض الصادرات؟ بالنسبة للتغير المناخ، التغير المناخ دي قضية عالمية احنا جزء فيها، ونقدر نقول كده يعني الحمد لله مصر ووزارة الزراعة في مجال البحوث حطت توصيات في حالة التغير في المناخ، ايه بالنسبة للأصناف الجديدة، ايه المتوقع في المحاصيل، ايه المحاصيل اللي ممكن تنزرع زي القطن مثلا، فدي اوريدي سيناريوهات موجودة في بحوث لدى الباحثين عندنا في قسم بحوث المقننات المائية والري الحقل في وحدة الأرصاد الجوية. في كتير من المخصبات الزراعية مطروحة في السوق وكل بيطلق عليها ان هي بتزيد في الانتاجية، وده مخصب بيدي منتج اورجانيك، انت رأي حضرتك ايه؟ والله هو المخصبات الزراعية اصل في يعني هتبقى فيها جزئيات، جزئية خاصة بمخصبات حيوية وجزء خاص بمخصبات دون الجزء الحيوي، فهو ممكن يقصد الجزء الحيوي اللي داخل فيه البكتيريا. تمام. على اساس يعني ان البكتيريا اللي موجودة بتعمل نقدر نسميها كده إذابة لبعض العناصر الغذائية اللي موجودة في التربة، فبالتالي فانت مش محتاج ان انت تضيف من الأسمدة المعدنية، وبتبدأ بقى حضرتك تدخل الأورجانيك المادة العضوية ايا كان شكلها في الارض، ومن هنا بيبدا بقى المحصول يبدا طبعا
محصول، هتلاقي حضرتك كمية المبيدات اللي موجودة فيه قليلة جدا، تكاد تكون منعدمة في أضيق الحدود. الأسمدة المعدنية تكاد تكون قليلة جدا. المقاومة الحيوية موجودة بانتشار، فعشان كده هو منتج جيد. بس هو الصادرات هنا، ده السؤال، هل هيبقى ده كافي لإنتاجه زي السماد الطبيعي المعدني العادي؟ دي تمام. اللي فيها اختلافات شوية، لأن احنا دلوقتي عندنا 100 مليون، فإذا كنا هنزرعه للمية مليون فالإنتاجية مش هتبقى كافية بدرجة كافية. إذا كنا هنزرعه كأورجانيك للتصدير المطلوب هناك بره، يبقى حاجة جيدة، يعني يبقى عملة صعبة وجيدة. دور المعهد بالنسبة للتلوث البيئة الزراعية دوره ايه؟ ده دور معهد الأراضي، ده دور مهم جدا. يعني مثلا احنا عندنا قسم بحوث البيئة وعندنا الميكروبيولوجي، فهما الاثنين قسمين بيخدموا البيئة بشكل او باخر. المقارنات المائية بتخدم البيئة، التغذية بتخدم البيئة، بس كل في تخصصه. يعني هدي لحضرتك مثال، يعني انا دلوقتي لو عندي اسراف في الاسمدة، ما الاسمدة يبقى دي تغذية نبات مثلا. يعني لو انا عملت اسراف في الاسمدة، الاسمدة هتنزل في المصارف، يبقى انا عملت هنا ايه؟ تلوث. لو نفترض ان انا زودت كمية المياه، فكمية المياه هتاخد السماد وهتعمل ران اوف وهتنزل تحت في المصارف، يبقى انا برضو عملت مشكله. تمام. خدت بال حضرتك؟ ناخد مثلا على سبيل المثال قسم البيئه لما بيعمل حصر مونيتورنج او تراكنج بيسموها، تتبع للتلوث في فرع معين من المصارف، فهو بيتابع الفرع من اول مصدر التلوث لحد نهايته، بيشوف التتبع في العناصر الهيفي ميتالز وعلاقتها بالميه وعلاقتها بالري، لان تمام. طبعا في الاخر خالص هو الميه هتصب فين؟ في الارض. فالميه لما هتصب في الارض هيحصل فيه اكيوميليشن للهيفي ميتالز، العناصر التقيله في الارض، وتراكمها في الارض بتعمل مشكله مع الوقت، يبقى احنا كنا بناخد حاجات ملوثه. فهنا بنتم استخدام البحوث عندنا الحمد لله في تنقيه او معالجه الميه بشكل بحثي، وان شاء الله تخرج الى النور في الفتره القريبه باذن الله. اخيرا الدكتور، رساله تحب توجهها لمين؟ والله احب اوجهها للسيد رئيس الجمهوريه ومعالي وزير الزراعه، كل الشكر والتقدير على ما تبذلونه من اجل هذا البلد. سمارة يا سمارة يا سمار بلدنا، انتك حيواني والجودة عالية والحمدة واجل، فاسواقنا مالية، مشرعنا ضخم ومكاسبها غالية، حالفين هنك تبسط نجاح. هذا البرنامج برعاية بداية كل يوم جديد، بتبدأ رحلة نجاح. الدقة، الجودة، والإتقان مع العمرية للأعلاف، أفضل خامات نباتية طبيعية، أعلى معدلات تحويل، وأفضل ربح وعائد مادي. العمرية لتصنيع وتجارة الأعلاف، مهمتنا نوصل لك بأعلافنا في أي مكان، داخل أو خارج مصر، بتوليفة متنوعة من أعلاف عالية الجودة، مع متابعة دورية مستمرة لضمان أعلى جودة وأفضل معدل تصافي.
ولأن نجاحك هو نجاحنا، الرحلة ما بتنتهيش والنجاح معاكم مستمر. العمرية للأعلاف، الجودة سر التميز. مع خبرة تصل إلى 70 عاما هنا في مناحل الأصيل، نهتم بأدق التفاصيل، بداية من تربية سلالات النحل المتخصصة في إنتاج جميع منتجات النحل من خلال أكثر من 1000 خلية نحل، وصولا لمنتج مطابق للمواصفات العالمية نفخر بأن يحمل اسم الأصيل. الأصيل أصل العسل.